انا معكم عباده من قناه عباده اي سي زد. فيديو جديد طبعا. اليوم راح نلعب ماب باركور عرضي مثل ما لكم شايفين. شوفوا انا الزر، اهلا بكم في الماب. طبعا الخط ظابط كل شيء. خلينا نبدا بالماب. طبعا هنا عندنا زرين، ما بعرف شو دوره. هلا بدنا نزر البدايه. نحن خلينا الكبس هذا. ممنوع الغش. واجه شو واجه واجمع كوينز او اجمع المعاملات. يعني خلينا نبدا هون. نبدا انا لا شو بنعمل هلا؟ شو هذا الزر؟ في هون زر الباركور حاط الف كمان. طبعا الباركور ماينكرافت جوال، ف الله يعيننا. بسم الله. من اول مره هيك لساتني عايش. وش محطوط كريتيف؟ محطوط كريتيف، لازم نحط سيرفايفر لانه محطوط كريتيف. مو انا حاطه، يمكن صاحب الماب لما سوى الماب نسي كريتيف. يا مو مشكله نسوي سيرفايفر. سيرفايفر تمام. شوفوا التكسر حتى مغير القلوب عكلين. قبل شوي خطا مو بسبب اللي فوق. سلام. يلا هلا عبرنا اول خطوه. بسم الله نعبر. عبرنا. هاي بسم الله. مستعدين يا اساطير. يلا. الله اكبر. وات حرام، والله حرام. يلا الله. شفتوا من اول مره عبرتها يعني. خلينا هلا. طبعا الماب يعني حيكون صعب، حياخذ وقت طويل، ففي احتمال يعني انه يصير اذا مرحله علقت كثير صرت اخلص فيها يعني اخسر فيها هيك واعيدها، فيمكن اوقف لكم المقطع مثلا بسوي بعبره انا وبعدين بكمل المقطع. طبعا هون هلا حركه هي تقريبا كثير عبرتها. قلت لحالي كيف والله متاكد عبرتها. الله حوصل لهذيك الارنه وارجع لكم. طبعا عبرت هذا المكان. هلا هي لازم تكون مسكره احسن يعني. بسم الله. والله من اول مره نجحت. والله والله كفو. يلا هلا هي حتكون صعبه. يلا يلا الله يلا ما بيش. طبعا انا عبرت وكبست على تشيك بوينت. انا قال لي ان انت نوب، ما بعرف السبب. نوب يعني انت غبي او شيء. نوب يعرف شو عليك. هلا شو هذا؟ عم يقول لي روح من هون. تمام. ليش ما في شيء هون؟ ليش عندنا يعني اكيد بدنا هون. تمام. هذا ما حيكون صعب لانه نزله يعني، فمو صعب. طبعا هذا خدعه. عم يقول لك انه تنزل، بس اذا لاحظتوا وتنزل حيكون في اثنين بلوكه يعني ما حتقدر تنط، فهي خدعة. لازم هيك تنط من فوق بتقدر. طبعا لاحط رابط تحميل الماب بالوصف للي حابب يحمله يعني. طبعا هي حتكون هي صعبة. رابط تحميله مشان اللي حابب يجرب الماب يعني، حطه بالوصف. يا شو هذا؟ بسم الله. يلا يلا هلا هي صعبة شوي، بس لازم نطخي. هي تمام. شوفوا هلا وين بدنا ننزل؟ ننزل على المي على ما اعتقد. منين لازم ننزل؟ غريبة والله. هلا حرجع. طبعا طلع مو من الضروري اني انا اضغط على المي واعمل حركات وما ادري شو. طلع بس هو عوانه خلاص كل شيء يعني، ما مو ضروري يطب المي وموت. لا 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 يلا يلا نادر نادر. الله هلا. لحظة لا تقولي هاد كله خدعة كمان. شو القصة؟ وات شو القصة؟ بدنا نمشي نمشي من هون. هلا ما في طريق. كان لازم نكمل على الهدول السلم. يلا حانتحر هلا ونرجع لكم. هاي المرحلة كانت شبه مستحيلة، عدتها مليون مرة حتى قدرت اعبرها. هلا لسه ما شفت شو هذا. شو كاتب لي؟ شيك بوينت عادي. هذا ما كتب لي نوب مثل قبل شوي.
كان هو عرفان خسرنا باليوم مرة فعملنا. هلا يلا خلينا نكمل. بسم الله 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 عليك. واو لا يا والله انا نوب، يعني مو نوب بالباركور، منيح بالباركور بس ماينكرافت هو التحكم يعني ما بيساعدك ابدا بالباركور. طبعا ان شاء الله انا قريب بنصير عن ماينكرافت الكمبيوتر. لا I don't know. حارجع لكم وقت اوصل لهون بعد 5 سنوات ان شاء الله. طلع المفروض اني اكبس هاد الزر فبتطلع هاي البلوكة. فهلا خلينا نكبس الزر ونط بسرعة. يلا الله. عبرت انا هلا كانت صعبة بصراحة بس يلا ما بيأثر في شيك بوينت، هذا الشي ساعدني. طبعا الاحد يقول لي انا غشاش عم اعمل لك ريزب مدري شو هيك مشان اعبر، لانه انا بس عم بعمل هيك مشان ما يصير فيديو ممل، يعني يصير ما حدا يتابعه، يصير هيك. تخيل بدك سنة، بدك سنة يعني حتى توصل، يعني حصير فيديو مدته اكتر من ساعة. لحظة مو معقولة هاي من قدر نط عليها. الله علينا. هلا عبرت هاي الارض وصلت انا هون، وكأنه في مدخل بس صعب نروح عليه. ممنوع. تمام فتنا عليه من اول مرة. والله رجيني في زرين هون، بس لنشوف شو في جوا بعدين نفز الزر. رجيني في شي هون. هاي وري. شوف شو الصندوق جولد. يمكن هو كان عم يقلنا انه جمعوا شو اسمه المصاري فاصدعوا على الجولد يمكن. ها شو ها ها هنا هنا شو عم اخبس. خلينا نكبس نقلع مرحلة تانية. لا لحظة هاي نفس المرحلة. شو هذا الاخ شو لازم نعمل يعني؟ بعتقد فهمت شو لازم نعمل. والله ما كنت انتبه في مدخل هون، ما كنت انتبه له والله. شو بيعمل؟ فزنا فزنا بالماب. طبعا شو هذا بيعمل؟ see too soon. والله ما بعرف. خلصنا الماب، هذا هو الماب. والله طبعا هي هذا هو الماب صراحة كان خرافي وحلو يعني، بس اتمنيت لو كان اطول بشوي يعني، بس يلا مو مشكلة. طبعا هذا هو الماب، بتمنى الفيديو يعجبكم وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.